فرار 5 مساجين مصنفين إرهابيين خطيرين من سجن المرنقية بولاية منيوبة. وهيئة الدفاع عن السياسيين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي تكشف تورط الهاربين في ملفات الاغتيالات. وزارة الداخلية نشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صور الفارين وصفة إياهما بالعناصر الخطيرة، وأكدت أنه تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع قصد القبض عليهم في أقرب الأجال. وعلى خلفية الحادثة، أعلنت الداخلية في بلاغ منفصل عن إقالة المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعتين للإدارة العامة للأمن الوطني. وكان المحامي بالعيد المعارض الشرس لحزب النهضة قد اغتيل بالرصاص في فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما شكل صدمة لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة. استقال معها رئيس الوزراء حماد جبالي من منصبه، لتتم بعد ذلك عملية اغتيال الإبراهيمي في السنة نفسها وتحديداً يوم 25 من جوية أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانا، بعد أن وجهت له 14 طلقة نارية.